انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية منشورات تزعم تسريب قائمة أوائل الثانوية العامة الشعب العلمية قبل اعتماد النتيجة الرسمية. وزعمت المنشورات المتداولة أن أوائل الشعب العلمية معظمهم من سوهاج فقط. في هذا الإطار مشاهدينا الكرام، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما تم تداوله في هذا الشأن، كما نفت أيضاً اختيار معظم الأوائل من سوهاج فقط. وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن أخبار النتيجة لا يجب أن يتم متابعتها إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم فقط، محذراً من الأخبار العشوائية غير الرسمية المتداولة على السوشيال ميديا. أيضاً مشاهدينا الكرام، أكد المصدر أن الوزارة لم تكشف حتى الآن عن قائمة الأوائل لأنه لم يتم الانتهاء من إعدادها، مشيراً إلى أن قائمة أوائل الثانوية العامة سوف تشمل طلاب من المدارس الحكومية وطلاب من المدارس الخاصة وطلاب من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وطلاب من مدارس المكفوفين وطلاب أيضاً من الدارسين بنظام الدمج. وشدد المصدر على أن قائمة الأوائل يتم إعدادها لتشمل الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة، علم علوم، علم رياضة، أدبي، وذلك على مستوى جمهورية مصر العربية، وأن القائمة سوف تشمل طلاب من محافظات مختلفة. أما عن كيفية اختيار الأوائل، فتطلب وزارة التربية والتعليم من الكنترول أسماء الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات من كنترولات الثانوية العامة، ويجب أن يكون أوائل الثانوية العامة مصريين، كما يجب أيضاً أن يكونوا من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسهم، ولا يمكن أن يكونوا من طلاب المنازل، كما يجب أيضاً أن لا يكونوا من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي، ثم تقوم لجنة عليا بفحص أوراق هؤلاء الطلاب ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة، ثم يتم عمل تقرير بأسمائهم وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم حسب المجاميع العالية الحاصلين عليها. وسوف تشمل قائمة الأوائل أكثر من 30 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية من مختلف الشعب، ويراعى أن يكونوا من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين، كما يتم مراعاة أيضاً معيار ترتيبهم العام وفقاً للدرجة الأعلى. من ناحية أخرى وعن موعد اعتماد النتيجة رسمياً من وزير التربية والتعليم، فحسم شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا الأمر بشأن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة لهذا العام. وقال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة إنه سيتم تحديد موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة بمجرد الانتهاء من كافة إجراءات الرصد والمراجعة، وكذلك الانتهاء أيضا من تطبيق درجات الرافعة. وأوضح أن سبب عدم تحديد موعد اعتماد النتيجة بشكل رسمي حتى الآن هو أن إجراءات تصحيح امتحانات الثانوية العامة ورصد الدرجات لا تزال جارية في بعض المواد. كذلك مشاهدينا، كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤشرات جديدة بشأن نتيجة الثانوية العامة، حيث كشفت عن نسب النجاح في امتحانات الثانوية العامة في مادتي الكيمياء والجغرافيا، وبذلك يكون قد تم الإعلان من قبل الوزارة عن نسب النجاح في 7 مواد بعد انتهاء تصحيحها بالكامل في الكنترولات. أما بالنسبة لخطوات الحصول على النتيجة وطرق معرفتها، فيتيح موقع صدى البلد قريباً رابط نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس ليتمكن الطالب من معرفة درجاته في المواد الأساسية وأيضاً درجاته في المواد غير المضافة للمجموع، إضافة إلى المجموع الكلي، وأيضاً حال الطالب إذا كان ناجحاً أو راسباً.
وأيضا مواد الرسوب إن وجدت. وسوف يتم تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس على موقع صدى البلد، وذلك بمجرد اعتماد النتيجة برقم الجلوس رسميا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام المقبلة. وحاليا تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعمل على قدم وساق في الكنترولات لإنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة البيانات، وأيضا إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 من أجل إعلان نتيجة الثانوية العامة في أقرب وقت. كما سبق وذكرت مصادر بالوزارة أن التصحيح يتم بشكل إلكتروني دقيق للغاية، وهو ما يضمن ظهور نتيجة الثانوية العامة بلا أخطاء وحصول كل طالب على حقه كاملا بدون أي ظلم أو مجاملات. أيضا مؤخرا صدرت تعليمات للكنترولات بمراعاة شكاوى طلاب في الامتحانات التي أثارت الجدل أثناء التصحيح، حيث تم تقديم كافة التسهيلات في تصحيح الجزئيات الصعبة، وأيضا التعامل بمرونة كبيرة في منح كل طالب اجتهد في الإجابة الدرجة التي يستحقها. مشاهدينا، كانت هذه هي كل التطورات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2024. تمنياتنا لكل طلابنا بالنجاح والتوفيق. إلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذه التغطية، بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة. كنت معكم أنا ياسمين فتح الله، وإلى اللقاء.